السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخي انا وماما. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم طريقتي في المسمن الشحمه اللي كيجي مجعب. يلا نبداو الطريقه والمقادير. هادو هما المقادير اللي غنحتاج. عندي البصله تقريبا الكميه اللي كتبغيو نتوما. انا هنا عندي كيلو ديال البصله اللي شلتها رقيقه، وعندي هنا شويه ديال الشحمه، ما كنبغيش نكثر باش ما يجيش فيهم لدام بزاف، اللي قطعتها رقيقه كذلك بحال مطحونه. وعندي هنايا المعدنوس، تقريبا عندي 3 ديال المعالق ديال المعدنوس، لانه المسمن ديال الشحمه كيجي غزال بالمعدنوس. وعندي الفلفله، حتى الفلفله كتعطي واحد المذاق اللي هو غزال. وعندي معلقه كبيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال التحميره، والملحه كتبقى على حسب الذوق. اول حاجه كناخذ واحد الكاسرونه اولا مقله اللي غادي نضيف فيها هذاك البصله، ونضيف فيها كذلك الفلفله، ونضيف فيها الشحمه، ونديرهم فوق البوطه بشويه ديال الزيت، لانه الشحمه كتلق الزيت نتوما عارفين. صافي، ونخليهم فوق البوطه حتى يتهبط ليا البصله وهذاك الشحمه بدا تذوب ليا والمعدنوس. صافي، ومن بعد عاد نزيد نضيف هذوك العطريه اللي انا ذكرت لكم قبل. بالنسبه للمعدنوس، المعدنوس كل ما كان كثير، يعني 3 ديال المعالق او 4 ديال المعالق، راه كيجي النكهه ديالو غزاله، وهذا سر من الاسرار ديال المسمن ديال الشحمه، كيجي غزال. بالنسبه للشحمه ما تكثروهاش، لان ملي كتكون كثيره كتكون فيها الريحه ديال الشحمه زهيمه، وحتى لو بغيتوا تخبعوه في الكونجيلاتور كيكون ملي كتخرجوا كيخرج كتكون فيه واحد الريحه مجهده. صافي، هادو بالنسبه للاسرار ديال الحشوه. بالنسبه للمسمن اللي غنعجن، عندي هنا السكيلو ديال الفورس، وعندي نص رابعه ديال القمح، وهذا سر من الاسرار ديال المسمن باش كيجيك ناجح 100% وما كيعذبكمش نهائيا. انا غادي نعجن كل شيء في العجانه. اللي غادي يعجن بيدي صافي يقدر يعجن، انا عجنت في العجانه. هنا ضفت الطحين كيف ما شفتوا، ضفت القمح وكذلك ضفت الملحه. صافي، ودرت الماء دافي، غنخليهم حتى يتعجنوا، ومن بعد عاد نرجع. وهنا كيف ما كتشوفوا البصله راه بدات كتهبط ليا، وكذلك الفلفله، وكذلك الشحمه بدات كتذوب. درت شويه ديال الزيت، درت زيت الزيتون اللي بغى يضيف زيت المائده يضيف، تقريبا درت جوج معالقات هما اللي ضفت. صافي، ومن بعد زدت ضفت هنايا المعدنوس، ومن بعد غادي نزيد نضيف هذاك التحميره، ونضيف هذاك الكمون والملح. هادو هما العطريه اللي كنضيف فيه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحاره يقدروا يضيفوا معلقه ديال السودانيه، والناس اللي كيبغيو الفلفله الخضراء يقدروا يضيفوها مع الفلفله الخضراء اللي ضفت انايا، واللي عنده الفلفله الوان يقدر يضيفها. يعني ماشي ضروري انكم تضيفوا غير الخضراء، راه حتى الفلفله الوان كتعطي واحد اللون زوين. هنايا كتشحرت غير واحد شويه باش تهبط ليا وما يتقطعش ليا المسمن نهائيا. كاين اللي ما كيشحرهاش، مي انا كنحاول انني نهبطها شويه في المقله، باش هكا ملي كنكون كنصايب المسمن كيتقطع ليا ما حتى شي حاجه، وكنخليها حتى كتبرد، ومن بعد عاد نبدا نعمر في المسمن. هنا كيف ما شفتوا تعجنات ليا، وغنخليها تطلق. غندهنها بواحد شويه ديال الزيت، خليتها ترتاح واحد شويه من بعد ما عجنتها، ومن بعد عاد نرجع نبدا نكور فيها. وهنا من بعد ما بردات ليا هاد البصله والشحمه كيف ما كتشوفوا، باش هكا كنكون متاكده انه ما غاديش الشحمه تقطع ليا المسمن ديالي. هنا درت الزيت الروميه، ودرت واحد شويه ديال التحميره باش هكا تعطيني بحال اللون. وهنايا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، درتهم قريصات كيف ما كتشوفوا وخليتهم يرتاحوا. وهذا سر من الاسرار ديال المسمن باش كيجيكم مورق وكيجي غزال صراحه. هنا كديروا على حسب القياس اللي بغيتوا، يعني مثلا بغيتوا ديروهم صغارين ولا كبارين. من الاحسن انا كنفضل انه يكون المسمن ديال الشحمه يكون كبير باش هكا كيجي مورق زوين. وانا ما درتش وحده وسط من وحده، لان ملي كتعزلوا اولا كديروا مسمن كبير كيجي مورق هو راسو. غتحاولوا انكم تطلقوا المسمنه حتى يبان سطح العمل، وتبان مثلا هكا علاش كتطلقوا مثلا طبله اولا شي حاجه كتبان، يعني سطح العمل كيبان.
باش كيجي غزال، وفي نفس الوقت ملي كتخليوه بعدا كيرتاح كيجي المسمن ساهل وكيعاونكم. اما الا عجنتو وهداك الساعه طلقتو راه ما كيعاونكمش، نتوما كتطلقوا المسمنه كترجع في بلاصتها. صافي، هنا من بعد ما طلقتها كبيره خديت شويه ديال الزيت اللي درت فيه التحميره كيف ما كتشوفوا، دهنت به المسمنه وخديت شويه ديال الحشوه ديال البصله والفلفله والشحمه، وحاولت انني نفرقهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. نبدا نفرق وما غنديرش ما غنديروش كثير، يكون كثير باش ما يقطعش ليا المسمن نهائيا، كتكون خفيف وفي نفس الوقت كتبان هذاك البصله كتبان. اما ملي كتكون عامره ما انا بالنسبه ليا ما كتجيش زوينه، كتجي عامره بزاف وكتجي ثقيله. اما ملي كتكون هكا غير شويه راه كتجي المسمنه كتجي خفيفه وشهوه منها، يعني ملي غتاكلو ما غتشبعوش من المسمن نهائيا. هنا كيف ما كتشوفوا تنيت المسمنه وحاولت انني نقاد القنات مع بعضياتهم، وعاود دهنت بشويه ديال الزيت والتحميره وكنقاد القنات بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. صافي، وغادي نتنيها بحال المسمن الكاري تماما، اولا كنتني شي رغيفه. هنا دهنتها بشويه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا وصافي، وغادي نتني بهذا الشكل هذا. ملي غادي نتنيها على الجهه الثانيه غادي نحطها على الجهه اللي هي عامره، على هاد الجهه هذه اللي كتكون الفوق ما نحطهاش بهذا الشكل هذا. صافي، ونقاد هاد الجوانب باش ما يجيش شي داخل وشي خارج. صافي، وغادي نخليها ونعاود نطلق واحده اخرى معاكم بنفس الشكل. ما نخليهمش يطلقوا بزاف، حيت الا طلقوا بزاف وحنا معمرينهم راه ما كيطلعش لينا المسمن. هادو خطوات كنعطيهم لكم البنات باش كل شيء ان شاء الله يستافد ومسمن يكون عندكم ناجح 100%. كاين بزاف ديال الاخوات ما كيصدق ليهمش المسمن ديال الشحمه وكيجي بحال ملكز من الداخل. كنحاول نعطيكم المعلومات اللي عندي والخدمه اللي كنخدم بها باش هكا كلشي اللي كان كياكل عندنا كيعجبو المسمن، ولا اي حاجه كنديرها كنتقاسم معكم الاسرار ديالو. قسما بالله العظيم البنات الا كنتقاسم معكم الاسرار ديال كل حاجه كنديرها وكل حاجه كتقسمها معايا ماما كنحاول اني نوصلها لكم. صافي، كيف ما كتشوفوا طلقت المسمنه باش جات رقيقه، يعني سطح العمل بان، ودهنت بشويه ديال الزيت اللي دايره فيه التحميره، وخديت شويه ديال الحشوه اللي حضرت معاكم كيف ما كتشوفوا، وحاولت انني نطلقها على المسمنه ديالي كامله، وتنيت بحال الرغيفه كيف ما كتشوفوا. راه ما كندير لا قمح لا سميده لا حتى شي حاجه، وراه كيجي مورق، وان شاء الله في الاخير ديال الفيديو غادي تشوفوا كيفاش كيجي مورق. دهنت بشويه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، هذا كيعطيه واحد اللون كيجي لونه ذهبي ما كيجيش ابيض نهائيا. صافي، بهذا الشكل هذا وكتنيو المسمنه كما وريتكم قبل، ما كتحطوش على نفس الجهه اللي صيبتوا بها المسمن باش ما كتقطعش ليكم. صافي، انا درت غير جوج وبديت كان نطيب، ما بغيتش نخلي حتى نكمل كلشي باش ما يطلقش ليا المسمن. هنا البنات انا فاش غادي نوريكم الطريقه اللي غادي نطيب فيها، راه انا كنت ديجا بديت كنطيب. هنا درت شويه ديال الزيت في المقله، ملي كتبداو اول وحده كديروا شويه ديال الزيت واخا كتخليوا المقله كتسخن راه ضروري ما غتلصق لكم، دونك كنديروا شويه ديال الزيت وكنحطوا المسمنه، ما كنخليوهاش حتى كطيب ولا حتى كدير لنا داك الفقاعات، شويه كيف ما شفتوا الشكل ديالها، وكتبقاو تقلبوا كتقلبوا على الجهتين، كل ما كتقلبوا على الجهتين كتاخذ واحد اللوين اللي هو ذهبي وما كتحرقش ليكم، وكتكون المسمنه طيبه من الداخل واصلها الطياب حتى من هذاك البصله الا كانت باقا ما طيباش مزيان كطيب، وكذلك هذاك البصله الفلفله عفوا، وكذلك هذاك الشحمه كتذوب معنا. هنا راه ما كانش باين اللون ديالها مزيان مع الشعه ديال التصوير او الشعه ديال التليفون، هانتوما تشوفوا. غادي نحاول انني نقاد لكم الضو، هنا كتشوفوا كيجي اللون ديالها غزال، ما محمرش بزاف وما محروقش نهائيا. هنا راه باقي سخون، بغيت نحل لكم المسمنه مي كانت باقي سخونه، كندير على شي شبيكه باش هكا ما كتعجنش ليا وكتبرد على خاطرها. هنا كما كتشوفوا
انا كيف ما كتشوفوا حاولت انني نحل مسمنه وكيجي مورق غزال. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه ونفس لي طاب اللي انا درت معكم وتقاسمت معكم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم. ولاول مره يشوف القناه منساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد. ما تنساونيش من التعليقات ديالكم الغزالين اللي كيحفزوني وكيخلوني دائما نحط الجديد. ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناة ديالنا المتواضعة، كنقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. سلام عليكم.